في البداية عندي هنا صينية حجي أسلق فيها اللازانيا، أحرص إنه الموية تكون حارة، وحاخذ اللازانيا زي ما هي هحطها، ولما أجي أحط اللازانيا ما أحطها فوق بعض، لا أحطها كذا عكس بعض عشان ما تلصق في بعض. تمام، أحتاج هذه كذا، يا سلام هذه كذا كفاية، حط لها شوية زيت زيتون، وأحط كمان زيت زيتون هنا علشان هعمل الصوص. علشان نعمل بشاميل، وحنعمل كيف البشاميل الناجح، نسخن القدر. ممتاز، حلو، قولوا ممتاز. حبدأ أحط الخضار حقتي، هحط البصل على شوية ثوم، هطلع هذا الملقاط علشان كل ما اطلع الملقاط لازم اسوي كذا، ادخل المويه ما بين الحبات اللازانيا علشان ما تلصق في بعض. ممتاز، امورنا كذا طيبه. حسيب دي هنا، وحاخذ ملعقه نقلب فيها باقي الاشياء. هذا شويه ثوم، يعني تقريبا فصين. اللازانيا تحب زيت الزيتون والبصل والثوم، انا بصراحه من محبين اللازانيا. حبدا الان احط الخضار تبعي اللي مقطعه زي ما انتم شايفين مكعبات صغيره جدا. عندي هنا باذنجان وكوسه صفراء، ناخذ ملعقه وعندي كوسه خضراء، وكمان فلفل رومي اخضر مقطع صغير. اي خضار تحبوها تقدروا تستخدموها، وجزر برضو كيوبس نفس التقطيع، اهم شيء كلهم يكونوا نفس التقطيع علشان يعطيني شكل حلو. هذه الطماطم ححطها اخر شيء، وهنا الماشروم، ماشروم برضو مقطع قطع كبيره. انا اشوف انه هذه في واحده هنا، سلام، في قليل الزيت، ححط كمان شوية زيت عليها من فوق. ممتاز، حتخلص من هذه هنا، شكرا. حاجي هنا هذا بادي يسخن معايا، حسخن الزبدة علشان أبدأ أعمل البشاميل اللي هحتاجه في الوصفة هذه. تمام، الآن حنزل عليه شوية النار، البشاميل ما يحب النار العالية، حطيته على رقم 3 كان على 9. طيب حنرجع نرجع نقلبها دي، نشوفها أهم شيء لا تلصق معانا، هي عادة تاخذ من 7 إلى 8 دقائق علشان تستوي. ناخذ الخليط حقنا ده، يا ساتر، تعالي تعالي تعالي، فين شادة؟ والله ما تروحي. عندي هنا في حبتين كوسة، ما يضر، هناخدها نقلبها كده كل الخليط مع بعض، البصل مع الثوم مع كل الخضار. يا سلام، شوفوا كيف اللون يفتح النفس. اول ما تبدا الخضار تاخذ لون كده بسيط وتدبل، انا ابغاها بقرشتها. بعدين حنزل اللي هو معجون الطماطم مع الطماطم الكرزيه. حلو وممتاز. حجي هنا للبشاميل، عشان اسوي بشاميل ناجح لازم يكون عندي كميه حلوه من الزبده بهذا الشكل، ولازم يكون عندي طحين. هاخذ الطحين، هحط كميه مو كثيره، وادوبها في الزبده هذه، وبعدين حنزل يا بكريمه يا بحليب. خلاص هذه كذا عندنا كويسة الكمية، حدوبها في الزبدة، شوفوا من غير ما تكلكع، شايفين ما كلكعت، لأنه الزبدة أكثر من الدقيق،
وأبدأ بشويش أنزل بالكريمة أو بالحليب مع التقليب المستمر. شايفين؟ عليت النار شوية على البشاميل وحجلس أقلب لين ما أخذ القوام اللي أنا أبغاه. حطي عليها النار. طيب هنا الأمور صارت طيبة. يا سلام، كلها أطل عليها بالتساوي. هنا كيف أمورنا؟ برضو ممتازة. بدأت الخضار تأخذ. هنا أحط عندي ميكس هيربز اللي هو زعتر، وهذا مقطع قطع صغيرة، زعتر وريحان قطع صغيرة أحطها برضو. وأقلبها كلها المكونات مع بعض. يا سلام على الريحة. وأرجع للبشاميل، البشاميل بادي يكلكع معايا هنا. لا ما حتكلكع، ما تكلكع، مستحيل إنك تكلكع. كيف تكلكع وأنا واقف عليك؟ زدنا له حليب. طيب تقريبا البشاميل الآن صار معايا جاهز، وهذه تقريبا جاهزة، وهذه خلاص جهزت. هحط عليها دحينة عصير الطماطم وأشيل التوميتو المقطع أنصاص وأقلبها وأتبل بملح وفلفل أسود هنا وهنا. لحد الآن ما حطيت هذا الفلفل الأسود، طبعا بشاميل من غير فلفل أسود. في ناس تحط فلفل أبيض، أنا أحب الفلفل الأسود صراحة، كده أحسه في البشاميل ريحته مرة حلوة. وشوية ملح، وحنطلع فاصل بسيط، ما تروحوا مكان، خليكم قريبين، وحنرجع نقفلها ونحطها في الفرن ونسوي القطاية. يلا طيب رجعنا حبايبنا من الفاصل. الآن حنطبق اللازانيا. مرة تطبيقها سهل وبسيط. حلبس كفوفي عشان هستخدم يدي. جهز عندنا الصوص. هذا صار عندنا قوام البشاميل، شوفوا كيف مرة ممتاز ولونه حلو. والصوص الأحمر اللي بالخضار وبالماشروم صار برضو جاهز. حضرت هنا برميزان مبشور وشوية بيستو من اللي جاهز يجي في القوارير، موجود في أي سوبر ماركت. وكمان جبنة هذه برمزان، وهذه موزريلا برضو شو اسمه مبشورة. تمام، عندي هذه الصينية اللي حخبز عليها أو حخبز فيها. حاخد شوفوا حخبزها بشكل شوية كده مختلف. تمام، حاخدها شريحة شريحة بالشكل هذا شوفوا، وحقطعها بالسكين. فين السكين يا بابا؟ هات السكين يا بابا. طيب كذا هاخدها بشكل متساوي، حقصها بالنص هذه كذا. هنا هحط شوية زيت زيتون في الصينية عشان ما تلصق معايا وتسهل علي أنا من أجي أخرجها. هحط هنا شريحة وهنا شريحة بالشكل هذا، شايفين مربعة كيف. وحاخد ملعقة من الصوص الحلو حقنا ده وأحطهم وأحطها بينهم أحطهم. طيب سلام كده، جيب ملعقة عشان إيه نظبط المسائل ونخليها توصل لكل الأطراف كده زي ما أنتم شايفين. نرجع نثبتها. تمام، أطلها شوية جبنة. أنا بحط الجبنة تقريبا في كل صف علشان أبغاها تكون
غنية بالجبنة، وحاخذ وصلة ثانية وأكرر العملية مرة ثانية. هذه هنا جنب هذه، قصها بالنص، قدهم الاثنين وأرجع أحطها بعكس الشكل علشان أبغاها تمسك ما تقطع بالنص لما أجي أشيلها كده. تمام، وححط مرة تانية شوية صوص الخضار اللي عندنا بالشكل ده. شوفوا، الله. الآن فوقه هحط ملعقة بشاميل. وأحط جبنة موزاريلا كمان، هتسيح من الأطراف، هتشوفوها لما تجي تخرج من الفرن هيصير شكلها خرافي مو زي أي. وهذه رشة كمان برمزان عشان الطعم في النص، وباقي لي كمان شريحتين أو طبقتين إضافية. هذه كده، وحقصها زي هذيك وأحطها هنا كده. وححط خضار مع بشاميل. الله على لعبك، الله على حركاتك، الله على وصفاتك. حلو، وححط لها شوية بشاميل وأرجع أوصلها إلى الأطراف زي ما عملنا. أوصل البشاميل كمان هنا كده زي ما أنتوا شايفين، وأحط شوية جبنة وأحط شوية، وآخر طبقة هاخدها آخر واحدة هذه بشيلها الآن بحطها بحط فوقها بس بشاميل وجبنة. هذه كده خلاص، ثانك يو، أديتي غرضك. كل شيء لازم نشكره ونعطيله التقدير المناسب إنه ساعدنا. طيب هذه هحط عليها البشاميل كده هنا الشكل هذا، وأنزل عليها الجبنة الموزاريلا مع برمزان الشكل ده. وفي النهاية وأخيرا وليس آخرا هاخد ملعقة من البيستو وحرميها هنا في النص، ورشة جريئة من زيت الزيتون من فوق كده، وعلى الفرن درجة حرارة 200 لمدة 10 دقائق من فوق ومن تحت، ولو في مروحة نخليها شغالة.